مساء الخير على حضراتكم أعزائي مشاهدي برنامج كل جديد. النهاردة معانا حاجة جميلة جدا، هنتكلم عنها حالا في عالم الموضة والأزياء. هنتكلم عن عالم الموضة والأزياء وكل ما يخص هذا العالم. قرر كبار مصممي الأزياء والموضة إن هم يضعوا بصمة ليهم في العالم ده، ومعانا النهاردة مصممة الأزياء اللي حطت لنا بصمة كبيرة جدا في عالم الموضة والأزياء، وبصمة مختلفة وبصمة جديدة، وهي منفردة طبعا بالبصمة بتاعتها دي عن غيرها. رغم ان بدايتها لا تتعدى ال4 سنوات، إلا انها عملت إنجاز وعملت كل جديد في الموضة والأزياء. بصمتها ممتلئة بالأفكار الجديدة والغريبة والمنفردة زي ما قلنا. هنقدم النهاردة معانا مصممة الأزياء عزة نصير، اللي عملت لنا حاجة كبيرة وغريبة في عالم الموضة. انفردت بالفرو، الفرو اللي كل أزيائها والموضة بتاعتها دخلت فيه الفرو. معانا مصممتنا الجميلة عزة نصير. أهلا بك يا عزة. أهلا بيكي. منورانا ميرسي، انت اللي منوره طبعا. ومنورانا بشغلك الرائع اللي انت بس يعني لا 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 من ذوقك لا يعني. لا لا ده فعلا ميرسي، شغل ربنا جميل يخليكي. جدا، واحنا ميرسي. يعني ما شفناش مصممة ازياء حاطه بصمة وحاطه علامة زيك. ميرسي. يعني احنا بنشوف انه كله عامل اللبس العادي، الموضة العادية في الألوان وفي الموديلات والفساتين، الجيبات، البلوزات، الحاجات دي كلها. صح. بس انت بقى عملت لنا حاجة غريبة جدا، ايه عامله لنا حاجة منفردة بيها، وهي الجواكت والشيلان، وكل شغلك فرو. فروة. يعني انا دخلت على البيج بتاعك كله فرو، تمام. حاجة بجد تجنن. يعني بصي الناس كلها متجننة ومستنية الحلقة بتاعتك دي عشان تشوف الموضة. كلمينا بقى عن الموضة بتاعتك دي. هو على الفرو يعني بالاخص. على الفرو بقى، ايه حكايته معانا بقى؟ لا بصي، هو مش هو الفرو عمره ما بيبقاش يعني مش بيختفي يعني. هو اي حاجه في الفرو مش يعني ما راحتش وجت تاني، هي موجوده معانا على طول بس انت يعني. في كل مسلطة شتاء عليها الضوء. انا مسلطه عليها الضوء. في الشتاء طبعا. هو الفرو بقول لك يعني هي مش موضه السنه دي مثلا او كده، لا الفرو معانا على طول طول السنين في الشتاء، ما فيهاش كلام. بس انا ليه سلطت عليه الضوء؟ ليه؟ يعني ليه انا مثلا اشتغلت في الفرو بس؟ هو انا بحب دايما الحاجه اللي هي بتبقى ديفرنت، اللي بتبقى مثلا ايه يعني مختلفة شوية. مختلفه جدا، وبحب الحاجه لما بعملها مش تراديشنال، يعني ما تبقاش كله لابسها، فاهماني؟ الفرو مش بس الناس بتلبسه مثلا في سهره او بتروح مثلا كذا او كذا او كذا، لا يعني انت ممكن تلبسيه الصبح هيقولوا ايه ده بنلبس ازاي كده، لا ده انت ممكن تلبسيه مع جينز مع شوز رياضي كده وتنزلي بيه، جاكيت صغير، سكارف، شابوه، اي حاجه. انت بتكوني لابسه لبسك العادي ده وممكن تحطي سكارف، هتلاقي شكلك متغير تماما. الجديد بقى اللي انت جايباه لنا النهارده ان احنا ننزل بيه في اي وقت من الاوقات. والله في اي وقت من الاوقات لانه هو كان زمان بيضيف الفرو ده معروف كده ان هو كده، هو طبعا بيدفي ما سواريه. فيهاش كلام. لا مفيهاش كلام. احنا بنتكلم عن الموضه بقى. لكن كموضه مش بيختفي والله. وبعدين هي الموضه ايه؟ الموضه اللي انت بتلبسي الحاجه اللي بتليق عليكي طبعا، دي ما فيهاش كلام. ده اللي احنا عايزين نقوله لناس كتير اللي طبعا بتلبس الحاجات اللي اي لا حاجه موضه خالص، بتلبسها. لا لا طبعا، ده انت بتخلي شكلك شيك وجميله بالحاجه اللي بتليق عليكي، ما احنا بتعمليها موضه لوحدك انت اصلا. النهارده معانا عشان تقول لنا الموضه ايه وكل لا واحد والله، هي يلبس ايه. بالنسبه كمان حتى الالوان، لا الالوان بتاعت الشتاء طبعا معروفه، الغوامق. لكن الغوامق طبعا اي حاجه دارك بتبقى في منتهى الجمال في الشتاء. لكن طبعا الاسود ما فيهوش خلاف، ما هو الاسود ده بيبقى موجود سيد على طول. الالوان. طبعا سيد الالوان. لكن كفرو انت بتلبسي، لا في حاجات كتير كده نزلت كتير جدا، يعني حتى البنات دلوقتي في جلافز، في شابو، في الفرو اللي ظاهر في في شنط حاجات كمان كتير. عندنا كلها فرو. انت ممكن ما تكونيش لابسه اي حاجه فرو وتلبسي اللبس بتاعك وتلبسي بس الشنطه، شوفي شكلك هيتغير ازاي. طبعا شيك. بقول لك تلبسي سكارف، شوفي شكلك هيتغير ازاي. فانت اي حاجه بتحطيها عليكي كاكسسوارز حتى بتلاقيها شيك قوي قوي عليكي. الفرو شيك وانا جدا. وانا حبيت كده علشان بيبقى ديفرنت شويه، وعلشان خاطر كمان في حاجه جدا بقى بجد نفسي اقولها. كل حاجه فرو احنا كنا عندنا كده في دماغنا ان احنا لازم نشتريها من بره،
ما فيهاش كلام. دي بقى عايزين عايزين الناس تاخد بالها بقى من الكلمتين دول، لان كله بيقول لك احنا ما بنلبس الا من بره، لا ده كلام ما بنلبس غريب، الا براندات. لا انت خالص بقى اللي والله ابدا، هتفهمينا. والله ابدا. يعني احنا كل، انا على فكره انا كنت كده، مش هضحك عليك، انا كنت فعلا بجيب حاجتي كلها من بره. اخر مره انا كنت في تركيا بدون ذكر، يعني انا ماسكه جاكيت وقلت ليه يعني، ليه انا ليه اشتري ده كده يعني، اشمعنى احنا ما بنعملش؟ انت دايما تبص، تبص هنا هتلاقي بالنسبه للموضوع بتاع الفرو ده هتلاقي قليل، هتلاقي واحد او اتنين واحنا او تلاته بنتكلم جايب كده جاكيت. الصور معانا في صور. عشان الناس تتفرج. لا كملي بقى كلامك عشان الناس اتفضلي. تشوف. لكن بقول لك، انا قلت طب وده ما يتصنعش ليه في مصر؟ طب ما هو في منتهى الجمال، وهتشوفي الحاجات هتلاقيها شيك لا جدا. ما احنا عايزين نشوف بقى، نزلوا لنا الصور كده. هتشوفيها، وهتشوفيها لايف، وهتشوفيها على العارضه، لا جميله انا بصراحه. عن نفسي دخلت على البيدج. انا عن نفسي دخلت على البيدج والصور معانا اهي. دخلت على البيدج بتاعك، انا شفت حاجات بصراحه في منتهى الشياكه. ده كيب حلو قوي، لونه اوف وايت. انت لو هتيجي تقارني بينه وبين اي حاجه بره، والله هتلاقي مفيش اي اختلاف. لا انا انت شغلك انا شفتيه شفته كمان على بصراحه، الحقيقه، يعني بصي شكله عامل ازاي، يعني مفيهوش اي اختلاف عن اي حاجه. وبتلبس طبعا باي شكل وباي، طبعا تحفه. جميل. ده كيب عادي يعني، بتلبس في اي حاجه اهي، بكل الوانه. بصي نوع الماتيريال عامل ازاي، بصي الفرو عامل ازاي. يعني انت لو هتمسكيه وهتشوفيه على اي حاجه تاني مع يعني من بره، هتلاقيه ما فيش اختلاف. بالعكس والله العظيم، انا مش بمجد فينا لا انا والله بجد، شايفه. انا مش كده يعني، عارفه هتلاقيه ده بالظبط بالظبط، احلى كمان من الحاجات اللي احنا بنجيبها من بره. الشغل بتاع استاذه عزه مصممه الازياء، اللي عايز يتواصل معاها وعايز اسعارها طبعا كويسه جدا وشغلها لا يعلى عليه. ودينا شايفين وهنشوف بقى كمان على الطبيعه دلوقتي الجواكت والشيلان. بس لما نشوف الصور، اللي عايز يتواصل معاها البيدج واسم الجروب بتاعها وارقام التليفونات بتاعتها يتواصل معاها. طبعا شغلها انا مش هتكلم، هي بقى بتتكلم عن شغلها، لانه هو كمان يعني بيتكلم عن نفسه بصراحة. هي كله كان جايب جميل يعني. دلوقتي الصورة اهي، بصي مثلا في الجاكيت ده هيجي معانا دلوقتي هتعرضه سمية. بصي هتلاقي كل حاجة مختلفة عن الحاجة اللي قبلها. يعني احنا كانت من شوية برضو جايب صورة كان فيها السكارف لوحده، كان شيك قوي برضو في ال، لا طبعا الفرو كمان، وبعدين ده من بصي اجود مثلا انواع الفرو يعني. كجاكيت، جاكيت عادي وبرضو عليه فرو بسيط. هو ده طبعا كيب. انا عشان مسكت بصراحه الخامات بايدي، شفتيها. يعني انا ما كنتش مسكتها، انا عجبتني الصور انت كانت عجبك الصور. جدا لكن لما وعجبتني. شفتيها بقى على الحقيقة. لما مسكت الحاجه بايدي بصراحه، يعني اتمنى ان كلكم تمسكوها. واللي عايز يتواصل مع الاستاذه عزه، احنا قلنا البيدج بتاعها والجروب والارقام التليفونات يتواصل. دلوقتي بقى عايزين نشوف حاجه على الطبيعه من ممكن. الحاجات اللي تجنن اللي احنا انا شفناها. جايبه لكم بس حاجات بسيطه ما طبعا عشان وقت البرنامج. لا اكيد هيبقى لينا وقت تاني يعني انا كبير. بقول بس كسامبل اللي انتوا تشوفوا فيه الحاجات كلايف، وبعد كده اي حاجه تانية هتبقى نفس الماتيريال ونفس الحاجه، نفس بس عشان الوقت. بس بس عشان الوقت اتفضلي معانا اتفضلي يا سمية. سمية. طبعا هنا سمية لابسه كيب عادي، او ممكن نقول شال مقفول. هو كده عامل يعني لونه غريب. حلو جدا. ايه رايك في ما شاء الله يجنن. سمية؟ لفي يا حبيبتي كده اهي، وبعدين ما شاء الله بصي جميل حلو مدي جدا شكل شيك قوي فظيع. ومميز. والالوان والالوان يعني ده في منه طبعا كل الالوان، فبيجي على الايد برضو، بيتاخد كله على الايد. هاتي يا سمية كله على ايديكي زي ما بتعمليه، بصي عشان تشوفي شكل الفروة عامل ازاي. طبعا فظيع. بصي والالوان نفس الدرجه، يعني حاجه في منتهى الشياكه. والرقبه في حلو. كمان بيتباع رقبه كده لوحدها، يعني في بنات بتاخد بس دي بيلبسوها على بتوظفها على اي بلوفرات او لبسه. على اي حاجه. بس بتبقى شيك قوي برضو. لف يا سمية، نفس طبعا من قدام نفس من ورا، يجنن يعني الموديل غريب اعتقد وشيك في نفس الوقت. نشوف بقى حاجه اتفضلي يا تانية اللي سمية بعده. اتفضلي. مش انا مش عارفه اقول حاجه غير ان الحاجه تجنن. لا بجد حلوه. وانتي برافو عليكي ما شاء الله ميرسي عليكي، يعني ميرسي. حاجات تحفه وروعه. انا طبعا عشان شفت الحاجات دي قبل الحلقه، فانا انبسطت يعني مبهوره الحمد جدا. لله. انا لا في انا ناس عارفه. طبعا انت عارفه الاونلاين، انت عارفه في ناس بتقول لك يعني بتشوف الصوره
لا اكيد مش هيجي زي الصوره لا ما هقول، اكيد. ما انا هقول لك على حاجه، انه فعلا في حاجات لما تيجي طبعا تشتريها اونلاين طبعا، بتلاقيها مختلفه تماما. احنا بنعمل كده انا عشان بنشتري. انا شفتها ومسكتها بايدي، فانا بقول لكم ان الحاجه احسن من الصوره بكتير جدا. واي اونلاين لما بنطلب حاجه افتحوا الحاجه وشوفوها، اه صح. بس هي اهم حاجه تفتحها من مني او من غيري او من اي حد، يفتحوا المنتج ويشوفوا. بس انا برضو عايزه اسالك سؤال كده واحنا بنتفرج. اتفضلي اتفضلي يا سميه. اتفضلي. عايزه اسالك، اشمعنى الفرو بقى اللي انت مركزه عليه؟ بصي ده وهو كده. يا تحفه طبعا، بصي يجنن ده. يجنن، ده اعملي جميل جدا، حلو قوي الفرو بتاعه ريتش جدا، اللي فيه كده يا شيك سميه. جدا بجد والله. بصي عامل ازاي، لا هو بصراحه شيك في ويجنن. ماتيريال كتيره جدا احنا ممكن نستعملها وممكن نستغلها، بس للاسف الشديد الناس بتستصعب، ودلوقتي الناس اللي هي بتعمل الحاجه بتستصعب تعمل حاجه، معرفش ليه الصناعات صعب بدات تقل، انا مش عارفه وبتكسل، ليه. يقولك بص نشتري نشتري. جاهز. لا بصي لا كده ده عامل ازاي، لا ارفعيه كمان. طبعا، ايوه كده يا لا سميه، حلو جدا وشيك و بايديكي. بصي شيك قوي. طبعا حلو جدا ما شاء الله. غني تحسي. شيك لفي يا سميه. انيق. انيق جدا وشيك جدا. وبعدين ايه بقى، هتلبسيه على اي حاجه، انت ممكن تلبسيه على سكيرت، تلبسيه على بنطلون، تلبسيه على سواريه، على على كل سواريه حاجة تحفه، سواريه. على وهو سواريه كمان تحفه، وعلى اي، وبالليل هي الميزه انه بنات صغيرين كبار. الميزه انه في ناس تقول لك ايه، لا انا هشتري اعمل بيه، انا ما بخرجش بالليل، انا ما بروحش لا بصي عامل ازاي، يعني اي يعني مش سواريه. لا يا هو ريت مش تورينا سواريه. كده تعمل لها كلوز كده، يعني شكلها بص عامل ازاي، فعلا جميل والله. هو حلو. يجنن. لا شيك حلو قوي. لا الناس اللي بتقول لا لازم تبقى قطعه عندك موجوده في الدولاب، ما نشوف بقى، فيهاش غنى نشوف اللي عنها يعني. بعده بقى كمان. انا بصراحه الحاجه عجباني وعايزه اخلي الناس خلاص بقى تتفرج على الناس كله. كده كلها النهارده بقى تشتري. لا طبعا، لا والله انا الناس نفسي تغير بقول لكم. الفكره، مش بس علشان الناس تغير الفكره ان لا كل حاجه تيجي لا من مش بره. لازم بجد تشتروا من بره، مش لازم تجيبوا الحاجه البراندات. لا انا فعلا دخلت براندات والله، يعني عايزه اقول لك لا يمكن تيجي نص الحاجات دي، لا يمكن ما انا بقول نصها، لك على كده. لان انا شايفه الماتيريال عامل ازاي، وشايفه الشكل في منتهى الشياكه ازاي. وبعدين فيها هي كمان معانا حاجه بسيطه للي ما بيحبش الحاجات اللي تتلبس وكده. في حاجات بسيطه بتتلبس اهي كمان. وتفضلي. تعالي. حلو جدا، ده ده برضو برضو ده رقيق جاكيت. ولونه حلو. ده بيناسب برضو كل الاعمار يعني اي. بص الحاجات دي كلها في الفرن، هي بس هنقول على الاحجام وكده يعني، ده هتكلم عليه بعد شويه، لكن بص كده ده برضو بيمشي مع كل الناس، اي حد ممكن يلبسه. ممكن يتلبس الصبح، ممكن يتلبس بالليل اصلا، مش غريب يعني. في منه قصير وفي منه طويل وفي منه بلطو بنفس الماتيريال وبنفس كده. في كابيشو كده. حلو في جدا. دلوقتي كمان الموضه ان انت بتكبري الكابيشو جدا. بص كده يا سميه، بالكابيشو بصي عامل ازاي، شكله شيك برضه. حلو جدا طبعا، شيك جدا. منزلين كده. وفي بيلبسوا بقى الحزام عليه. هو كان بصراحة في كمان كذا موديل كان هينزل من الجواكت النهاردة، بس أنا قلت وقت البرنامج يعني، في عندي هيبقى جواكت معانا حلقات تانية. في موجود على البيج كده أسود، وبنحط بقى بنطعم إحنا بالأكسسوارز، حزام، حاجة من فوق، بروش كده، بس أنا ما فيش بقى الوقت نشوف اللي النهاردة، بعده يا سمية. ما عرفناش النهاردة طبعا لا نجيب معلش، كله. بس لا اكيد الناس لا هتقول يعني لما عايزين بيبقى فيه نشوف جاكيت حاجات اسود تانية. انت بتعرفي تضيفي فيه حاجات، في كمان سواريه في القماش يعني، نفس الكاب اللي سميه لبسته يبقى في حاجة. هو بس سواريه القماش، وبنحط عليه الفرو، تخيليه تحفة، والله قمه في الشياكه، شيك جدا. يجنن يجنن. لا بس بجد بجد حاجات في منتهى الشياكة. والناس بقى اللي مستنية الحلقة النهاردة، والناس اللي عايزة تشوف المفاجأة بتاعتنا، وهي مصممة الأزياء عزة نصير اللي عاملة لنا أشيك حاجة وأرق حاجة، والفرو اللي غايب عننا. هو فعلا هو غايب، بس أنا طبعا زي ما أنت بتقولي موجود، بس بالشياكة دي بصراحة أنا يعني لا ما شفتش بجد، ومش مجاملة طبعا. اتفضلي. طبعا عشاق الأسود، أنت بقى الاسود. اللي هتتكلمي عنه. الاسود تحفه، وطبعا ده عمره ما بيبطل. بصي برضو خلي بالك كل ماتيريال فرو نزلت غير التانية، لو تخلي بالك لا هتلاقي ما انا كل واحده ملاحظه انه غير في التانية، اختلاف دي شويه. اختلاف، دي تحسي برضو انها رقيقه هاديه، مش تقيله على الجسم لا هو انا مسكته خفيف مش تقيل خالص. خفيف. لا لا بصي لا شوفي بقى احلى حاجه لما تلبسي كيب كبير قوي كده، تحسي انه وهتلاقيه ان هو خفيف. خفيف على جسمك، ده بيبقى شيك جدا. ده في منه كده وفي منه كابيشو،
حطي بيبقى كله فيه. بصي كده ايه بقول لك جميل. البنات دلوقتي حابه، بصي اعمل ازاي. البنات حابه انها الكاميرا. تلبس الكابيشو كبير، شيك كمان، بيدي شكل حلو قوي جميل اللبس. جميل جدا. جميل، بصي كده شكله جميل، حلو حلو قوي. ولفي بصي والكوبري بتاعه كده، ف حلو برضه. طبعا انتوا شايفين احنا مش محتاجين نقول حاجة في الشياكة اللي احنا شايفينها. احنا معانا حاجة تاني. تقريبا في واحد كمان بفرو مختلف شوية. عقبال ما نشوف التاني معانا، عايزين بقى نعرف انت قلت لنا ليه الفرو. لا بقولك الفرو بتوظف ازاي، يعني عندك مثلا في بيبقى مليان شوية، كل الناس ممكن تلبس الفرو، وما حدش يقول انا تخينة انا رفيعة انا كده، لا ما فيش الكلام ده، بس انت تعرفي توظفيه ازاي. في فرو بيبقى خفيف جدا، وفي فرو بيبقى تقيل جدا. مش لازم البس تقيل قوي علشان ابقى حاجه ما حصلتش، لا انا مثلا عريضه جدا من فوق او مليانه شويه، اختار فرو بنفس الشكل وبنفس كل حاجه، بس الفروه بتاعته بتبقى خفيفه جدا خفيفة وبتديكي نفس الشكل نتيجة. نفس هي. فانت بتلبسيه كده تختاري بس الحاجه. في ممكن يبقى عرض قوي ما تلبسيش الجاكيت، انت تلبسي مثلا كحاجه لبس حطيه على كتفك، حطيه سكارف، المهم ان حطي احنا نوظف توظفي اللبس في اي الحاجه حاجه. اللي احنا بنختارها موضه طبعا، نلبسها ازاي طبعا، حسب جسمنا وحسب في اي طولنا. حاجه، في اي نشوف حاجه. بقى اللي بعده، في التحفه بقى اللي يجنن ده. ده زي الفوكس كده، يجنن طبعا اللي ما بيبطلش هنا طبعا. بقى انت انا ملاحظه ان انت حاطه لون مختلف على الاسود وبرضه مديله شياكه. انا حابه كده. على فكره هو في كل الالوان، يعني انا عندي جميع الالوان، بس انا حبيت النهارده اجيب لكم الحاجه اللي تظهر الفرو. حلو جدا. عملت البيز اسود وجايبه لكم كله، يعني ده مثلا زي الفوكس، بص انت تبصي له كانه مينك، يعني مش باين ان هو مثلا حاجه هاي كوبي او حاجه. يعني عايز اعرف الناس برضو ان الفرو ده كله لا مش اصلي، يعني ده كله هاي كوبي. واحسن البيوت العالميه دلوقتي مش شغاله باي حاجه اصليه، يعني انت هتلاقي برضو دلوقتي بدأوا ان هم يخففوا خالص الفرو الاصلي، غير زمان، غير فكرتنا زمان، زمان لازم ان لازم ان انت يبقى عندك في دولابك المانك. لا انت لازم يبقى عندك فرايتي كتير. هتعمليها ازاي؟ يبقى لازم تجيبي، احنا اخترنا الحاجات الغريبه دي بس باجود انواع الفرو. بس هو فعلا انت شايفاه كده وهي لابساه، لفي انا كمان يعني بصي الفرو نازل ازاي. لا هو طبعا يجنن وملمسه كمان ملمس حلو. جميل. بقول لك انت تمسكيه وخفيف تحس ان هو شكله شيك. مينك اصلا، تحس ان هو فر من كده متقلد مثلا، فجميل جدا. انا عاجبني وبحبه، يعني انا بحب دايما الحاجه اليونيك، الحاجه اللي هي بتبقى مختلفه بتبقى جميله. يعني انا بحب دايما اي حاجه انت لما تعملي اي حاجه مختلفه هتحس ان انت مبسوطه جدا بيها كده، حتى في شغلك او في اي حاجه يعني. لا طبعا. احنا معانا اتصال. انا في اتصال. محمود من القاهره، اهلا بيك. الو، مساء الخير. مساء الفل. كل جديد، برنامج كل جديد. ايوه يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا مدام سوما. انا دايما بتصل بيكم، بس النهارده المفاجاه انه وجدت معاكي مصممه الازياء عزه نصير، فانا قلت لازم اتصل لان في واقعه كده معاها هي شخصيا. يعني انا كنت جبت من عندها كاب وجبت من عندها حاجات كتير لزوجتي، وقد ايه هي كانت مبسوطه جدا جدا. فانا النهارده لقيتها هي بتتفرج عليكم كالعاده، فقلت لازم اشكركم انتوا الاثنين، يعني على ان انت مستضيفه مصممه الازياء عزه نصير، وفي نفس الوقت كمان عايز اشكرها على الهوا مدام عزه. ميرسي. بقول لها يعني ربنا يوفقك، حاجتك جميله جدا جدا، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. يعني انا بشكركم جدا 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 على استضافتكم مدام عزه. احنا ميرسي جدا على اتصالك وكلامك الجميل. شكرا. وطبعا تستحقي اكيد، اهو قدامنا دليل مثبت ان ناس واخده منك وشغلك يجنن. وبجد انت يعني انا بجد معجبه جدا بشغلك، يعني مش عايزه اقول لك انا عاجبني لان انا مسكته، يعني انا ماسكه الشغل وما كنتش متخيله ان هو بالشياكه دي. واكيد كل الناس اللي اشترت منك سعيده. ربنا يخليك. زي الاستاذ اللي اتصل بينا. ربنا يخليك. ميرسي. ربنا يخليك. قولي لي بقى يا ستي، موضوع الموضه انت يعني اقتصرتي على الشيلان والجواكت بس لا في برضو. ولا مثلا لا في حاجات تانية غير اللي في الفرو؟ بصي لا، هي ممكن هتلاقي معظم البيج او كل حاجتي مطعمه بالفرو، في فرو بيور كله، وفي هتلاقي مثلا
عندنا كيب كده او جاكيت بس بتحطش عليه فر بسيط، بيبقى صوف جوخ برضه تقيل، برضه انت بتتميزي بالصوف الجامد ده، مش كتير بينزلوه. احنا عندنا في مصر عشان ما فيش الجو، احنا عندنا شهرين او ثلاثة في الشتاء هم بس، لكن برضه اللي عايز يتميز في لبس او بشياكه بتظهر في الشتاء، خلي بالك لبس الشتاء هو اللي يوضحك بالاناقه اللي انت فيها. هو معروف ان لبس الشتاء يبقى انيق وشيك. واحنا معانا حاجه تانية. بصي هو في حاجه تانية، احنا معناش الا جاكيت بس. هو لسه في حاجه تانية. انت قلتي معناش الا جاكيت بس. انا لا ما خدتش ولا بقى شايفه. لا ده جميل قوي. ده شيك جدا وجميل برضو. ده عندنا منه كل المقاسات اللي هي بص يعني شفتي عامل ازاي؟ يجنن ما بقولك مش بتفرقي عن الاصلي والله. انتوا هتتصلوا بالاستاذه عزه مصممه الازياء وهتعرفوا ان اسعارها يعني بصي. لما تسالوها على الاسعار هتعرفوا ان هي يعني اسعارها فظيعه. غير الحاجات اللي هي البراندات بصراحه يعني احنا بتوصل اسعار غريبه بنسمعها يعني. لا لكن بصي ده في منه، مش عايزه اقول ده انا جايباه صغير، انا جايباه صغير شويه علشان البنوته. في مقاسات يعني في بقى في كبير عريض وفي على حسب اللي هي بتطلبه يعني. وفي طبعا كل الالوان، الابيض شيك قوي مع العرايس يعني العرايس بتاعت الشتاء دايما دايما بياخدوا فورير. بتحب تحط العرايس بتلبسه وعايزه بقى هي خارجه يا عيني والدنيا ساقعه جدا ولابسه سواري، لابسه ابيض، لابسه ابيض ممكن تكون لابسه كب، ممكن تكون لابسه طبعا عاملين كده وعاملين برضو جواكت بيضه فيها فرو من فوق صغننه وفي برضو سكارفات بس كده ممكن تحطها هي لو الفستان، لو هي مثلا محجبه عايزه بس سكارف ابيض تعمل كده. ده خبر صار للعرايس. لا ده بيحبوا جدا. انا عندي اكتر مبيعات في الشتاء الفورير الابيض او الاوف وايت بمعنى اصح اي حاجه. بصي ده تحس ان هو خفيف قوي كمان بس بيدفي جدا. انا مسكته طبعا. بصي عامل ازاي حلو قوي شيك يعني كانك مش حاطه حاجه. في منه بقى مضلع كده، في بالطول وفي بالعرض يعني تحس مش للعرايس بس على فكره. لا لا مش للعرايس بس انا يعني بقول لك اكتر العرايس بيحبوا ده. والاسود منه هيبقى يجنن. اسود شيك جدا جدا. واللي هي الفير اللي هي اتصورت بيه كله في منه كده يعني شمال. مش يعني احنا بنقول مش الموديلات، هي جايبه الاستاذ عزه جايبه كام موديل بس بساط عشان وقت البرنامج. لا والله في بقول لك شابوه على الشعر، في شنط، في اكسسوارز عاديه بس انا ادخلوا الجروب البيج بقى. ادخلوا الجروب والبيج بتاعها هتلاقوا موديلات كتيره جدا جدا اكتر من كده بكتير وهتلاقوا كل حاجة وهتلاقوا الأسعار بتاعتها. طبعا احنا مش هنقدر نقول أسعار دلوقتي بس هي أسعارها مفاجأة يعني إن شاء الله. الأسعار بتاعتها مفاجأة لما تدخلوا عندها وتسألوها أسعار فظيعة إن شاء الله. والشغل كله في منتهى الجمال والشياكة. انا النهارده مبسوطه جدا بال بالكولكشن عجبك يعني. بصي طبعا انا زينا كلنا اي ست واي بنت مصريه بتعشق اللبس والشياكه، وخصوصا بقى لما نلاقي حاجه في منتهى الشياكه كده. شغلك يجنن. وانتي نورتينا. ويعني تحبي تقولي ايه؟ تحبي تقولي ايه تاني في الاخر على الموضه وعلى ال ما فيش والله. انا بس حابه ان انا اعرف الناس ان مش كل حاجه موضه بتبقى حلوه، ومش كل وسي مثلا حتى مش لازم عشان الفرو ابهرني ان انا اخد منه اي قطعه البسها برضو. شوفي انا ببيعه وانا اللي بعمل منه، بس مش شرط ان انا مثلا اخده والبسه باي شكل. لا انا حباه يعني، انا مش عشان مثلا طلع كده وشيك لازم اجيبه بقى والبسه. لا مش حبيت القطعه دي اجيبها واخليها بقى انا اتشيك بيها. زي ما بقول لك انا في بنات جامعه وبياخدوا من عندي بيلبسوا السويترز اللي هي السويتر الصغير، بيلبسوه على جينز وبيلبسوه على كوتش تحفه. بصوا احنا الكلام من عن اللبس مش هيخلص وانت نورتينا النهارده. مرسي. واحنا نتمنى ان انت تكوني معانا في حلقه ثانيه نكمل كلامنا. مرسي. واحنا وصلنا لنهايه حلقتنا مع خلصت. الاستاذه عزه. خلصت بسرعه. مرسي ربنا يخليك. وصلنا لنهايه حلقتنا والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. انتظرونا.